قام معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم بزيارة إلى الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني، وكان في استقبال معاليه اللواء الركن بحري عبد الله سعيد المنصوري آمر الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين. وقد استمع معاليه إلى إيجاز عن الخطط التطويرية لبرامج الكلية والتي جاءت بفضل التوجيهات السامية لجلالة العاهل المفدى القائد الأعلى، وأكد معاليه أهمية الكلية في إعداد ضباط مسلحين بكافة متطلبات القيادة العسكرية. وخلال ترأس معاليه لاجتماع المجلس الأعلى للكلية أوضح أن مسيرة قوة الدفاع في ظل الرعاية الدائمة من قبل جلالة الملك المفدى القائد الأعلى قد حققت العديد من الإنجازات على المستويين القتالي والإداري، وهي تسعى باستمرار لتطوير وتحديث المناهج العلمية، متمنيا معاليه القائمين على الكلية التوفيق والسداد وتحقيق كافة الأهداف المتعلقة بالبرامج التدريبية.